القطاع الصحي اعتبر إدارة ومدراء سخان القانون الجديد للصحة من شأنه فتح المجال للعمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن برفع القيود عن مسيري المؤسسات الاستشفائية، خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي، حيث أن الميزانية في هذا القانون مبرمجة لثلاث سنوات بدل سنة واحدة كما كان في السابق. الفائدة هو عبارة عن ملتقى إعلامي تحسيسي قبل ما يكون يعني تكويني لإطارات وكل يعني المسيري والمؤسسات الصحية، حتى يعني لتحضيرهم للاستعداد للشروع في العمل يعني بمحتوى مضمون قانون الصحة الجديد. لو بودجي كي فا إتر إتابلي سور 3 أن، على ثلاث سنوات يخلي المسير يعمل برنامج ويعمل اون بلانيفيكاسيون ويضبط أمور نتاع المؤسسه نتاعو على مده ثلاث سنوات. اذا كاين دي كونترول ا بريوري بوستيريوري. اون غروند بارتي اي كونساكري او باركور دو باسيون، سيتادير كي يجي دون اون ستركتور سونتي حتى يولي جوسكا ا لا فان سي سوان، يا ان باركور كي تراسي، يا ديفلوبمون اوسي certaines activités de soins qui apportent un plus, à savoir l'hospitalisation à domicile, les soins à domicile et les soins palliatifs.